مشاهدينا متابعين معكم من بعد البريك لحتى نحكي أكثر هلا بمجال فني وخاصة تعليم الرسم اللي يعتبر من بين أهم المجالات اللي عم يحتاج إلى أي مجتمع بهدف النمو الثقافي وتربية الأفراد وتربية الحس الإبداعي على هذا النوع من الفن. لهيك تنرحب اليوم بضيفتنا رمي القاضي واللي هي فنانة وصاحبة مشروع بكرياتيف باي رمي لنحكي أكثر عن دورات الرسم اللي عم بتنظمها. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم وميرسي لاستضافتكم لإلي ولفتح المجال انه ننور بهيدي الفكره اللي كثير حلوه وكثير مميزه، وبدنا عن جد الاهل يوعوا لاهميتها، اهميه انه نحن نعلم اولادنا نوع من انواع الفنون. اكيد يشرفنا وجودك معنا رمي. بالبدايه عفوا، اذا فيك تخبرينا من اي متقلك انت بمجال الرسم؟ هلا انا اول شغله متخصصه بالفنون، معي شهاده دراسات عليا بالجداريات من الجامعه اللبنانيه من اكثر من 12 سنه، وصار لي كمان اكثر من 12 سنه بعلم بالمدارس الخاصه والرسميه بلبنان، بعلم هيدي الماده ونشكر الله تلاميذي كثير بحبوها. مؤخرا صرت عم بعمل دورات رسم حتى انقل خبراتي ابعد من المدرسه ليكون طال اكثر شريحه ممكنه من الاشخاص. تمام، خبرينا اكثر عن اهم او ابرز اللوحات او الرسومات اللي نفذتيها من البدايه لهلا. هلا انا بالمبدا ماني اخذ ستيل خاص فيي بالرسم لحد هلا، بعدني برسم اللي بيعجبني، برسم يلي بيأثر فيي، برسم يلي بيخطر على راسي بيعبر عن فكره معينه انا حابه احكي عنها، فما بأيد حالي باسلوب ولا بأيد حالي بموضوع معين بس بدي يكون عم اتبناه، فحيلا موضوع بيكون لفتني بحكي عنه، فعندي مواضيع مختلفه حتى بميديوم مختلفين، شيء بالرصاص، شيء بالخشب، شيء بالاكريليك، شيء بعمله موزايك، ميكست ميديا، بشتغل بكثير مواد مختلفه، كل شيء حسب شو ممكن يكون عم بيعبر عن الفكره اللي انا عم اعبر عليها. مثل مثلا اللوحه اللي حدي هلا هون، هيدي عملتها من بعد انفجار اب، فحسيت انه في غضب داخلي، في انزعاج، ما بعد غضب فينا نقول، في انفجار داخلنا كمان، داخل صح، هي الحاله اللي الكل عاشها اصلا. صح، فمشان هيك حبيت اعبر عنها بهذه الطريقه، انه بيروت هي الاميره الفينيقيه اللي لازم تقوم وتنطفئ من تحت النار واللهيب اللي كانت والعه فيه، وتقوم مثل ما نحن بنقول طائر فينيقي، بدها تكون مثل طائر فينيقي وترجع ل مثل ما كانت واحسن، يعني ولازم تنتفض عليهم، مش بس تنتفض وتقوم، لا لازم تقوم عليهم لهالكل الاشخاص اللي هن سببوا هيدا الانفجار، واللي على طول عم يشوهوا سمعتها لبيروت، عم يشوهوا صورتها لبيروت. فحبيت اعبر، فكل مره فاستعملت فيها مثلا اكريليك هيدي الرسمه مع استخدام هيدا الاسلوب بالتلوين وبالشخصيات. تمام، يعني معناته الشيء اللي عم بتحسي فيه وعم تعبري عنه من خلال اللوحات اللي عم بتنفذيها، ولكن مثل ما رح نشوف هلا بالصور اللي رح تمرق عم نشوف في تركيز اكثر على صور البورتري، هل عم بتميلي اكثر لالن او بالصدفه هيك عم بتكون؟ ليكي البورتري عالم خاص، يعني بامكانه الواحد انه يكون عم بيغوص فيه وبيحكي عن عن يمكن علاقتك بهذا الشخص، يمكن عن انت شو فهمتي من صوته، شو وصل لك من صوته، وهيدي البورتريات كمان العالم بتحبها. ليه؟ لانه اذا كل العالم بتحب القصص الكستمايز، بيحبوا القصص اللي بتحكي عن الشخص اللي بدهم يبدون اياه، فشو في اكثر من انها تكون القصه صورته لهذا الشخص عم تنرسم بكل هيك تقنيه عاليه وبتأني لحتى توصل له هديه كثير مميزه، وعن جد الحمد لله اني عم بقدر وصل هالاحساس، عم وصل هيدا الشعور حتى الاشخاص يلي هن عم بيوصوا على هالاعمال عم يكونوا مبسوطين، واللي عم يهدوهم هن عم يكونوا كثير متفاجئين وكثير مبسوطين من اختيار هالنوع من الهدايا. صحيح، خاصة انه البورتري لازم الواحد يركز كثير على تفاصيل الوجه لحتى يكون قريب كثير او شيء مشابه خلينا نقول له الصورة الاصلية للشخص. اذا بدنا نقارن البورتري مع غير انواع من الرسومات، ايش هي الصعوبات اللي موجودة برسم البورتري؟ هلا
اللي قلتي يعني انت وقت عم ترسمي بورتريه، يعني هيدا الشخص اللي عم ترسميه انت، يمكن انا تجيني صوره ولا صورتين لهيدا الشخص بيقولوا لي بدنا نعمل له بورتريه، انا ما بعرفه، لا بعرف كيف بيتصرف، لا بعرف كيف بيحكي، لا بعرف كيف بيعبر بتفاصيل وجهه، بس انا بجرب بقدر استفسر من هيدا الشخص انه مين هو، شو بيعني لك، هو شو بيعمل، بقدر هيك نتفه صغيره اعرف من البسيشيك تبعه، واقدر ومن الصورة يلي فيها بقدر انقل هالاحساس يلي انا قدرت حسيته تجاه هيدا الشخص يلي انا عم ارسمه، لانه الرسم فرق عن الصورة، الصورة بتنقل لك الواقع مثل ما هو، بينما الفنان بده يحط من الروح، من روح هيدا الشخص، من روحك انت، من روح الفنان بقلبه، بينما اذا عم برسم الطبيعة برسمها مثل انطباعي انا الخاص، ما في حدا يقول لي هيك بتشبهها ولا ما بتشبهها، بينما التقييم قاسي بيكون وقت تكوني عم ترسمي انت بورتريه، انه لا ما هدول مش عيونه، هيدا انفه مش ظابط، تمه مش هو، بينما لا نشكر الله اللي عم بعملهم عم بيكون فينا نقول على القليل 95% بيشبه الشخص يلي عم يرسم. حلو كتير، أكيد، وهي نسبة مو قليلة أبدا، وخاصة مثل ما ذكرت إنه الأشخاص أو اللي عم يطلبوا منك إنه ترسمي عم بيكونوا راضيين عن النتيجة. رميز تمام، ذكرتي كمان إنه بما إنه أنت عم بتعلمي إن كان بالمدارس أو حتى بالدورات، اليوم إيش أهمية إنه تنقلي هذا الفن لغيرك من الأشخاص لحتى تهتمي كمان بتنمية المواهب اللي عم بتكون عندن؟ يعني أكيد حلو الواحد يكون عنده موهبة، ولكن يجي حدا تاني كمان يصقل هاي الموهبة. 100% لكن أنا بآمن، لأني كنت صغيرة وقت اكتشفوا أهلي عندي هيدي الموهبة، كان عمري 8 سنين، وبيي كان عم يجرب كل الطرق انه يجرب كيف بده ينمي لي اياها هيدي الموهبه، والحمد لله انحطيت بين ايدين اشخاص قدروا وجهوني ووجه لهم كامل التحيه لإله، فحابب العب هيدا الدور انا كمان بحياه هول اشخاص ثانيين مثلي، يمكن في تلاميذ بيقطعوا عندي ما بيعرفوا حالهم الموهوبين، فبقدر انا ضويلهم على هيدا الموضوع ويلاقوا حالهم انه هن اكتشفوا عنده الموهبه ما كانوا مكتشفينها قبل، وفي اشخاص بيكونوا ناطرين حدا يجي يكمشهم بايدهم يقول لهم هيدا الصح وهيدا الغلط وهيك فيك تطور شغلك، فبيلاقوا موهبتهم انصقلت وتطورت وتقدمت اكثر واكثر، وبصير بشوفهم عن جد بعدين بيجوا بيحكوني مدام نحن كنا تلميذك بالمدرسه وهلا نحن تخصصنا بالجامعه مثلا فنون ولا هندسه حلو. ولا شيء، وانت كنت ملهمه لنا، فهيدي النقطة كتير مهمة. وبفتح بقى هلالين حتى أقول شغلة، هلأ بظروفنا هلأ يمكن يقول العالم هيدا لوكجري، هيدا شيء مش وقته لإنسان يفتش هلأ ينمي لأولاده المواهب، لأن يمكن إمكانياتنا المادية صعبة، صح، ولكن بتبين أهمية هيدي أنواع الفنون هلأ بهيك ظروف، لأنه بهيك ظروف ما في شغل وما في وظائف، أو في وظائف بس مش عم يأدي مش عم يأدينا الراتب الشهري، بيجي هالانواع من الفنون لحتى تسد هيدا الفراغ، عم بحكي ماديا انا، عدا عن قديش اهميته نفسيا على الشخص بتخليه يروح ينسى حاله يطلع من حاله تاثر عليه تريح له نفسيته يعني، فبس كمان ممكن تكون سعفه مهمه لإله بالوضع الاقتصادي السيء اللي احنا مثل هلا الوضع اللي احنا قاعدين فيه. تمام، بما أنه عم نحكي عن الوضع الاقتصادي الصعب اللي موجود هون بالمنطقة، وحضرتك ذكرتي أنه بلشتي مؤخرا عم تعطي دورات، من يعني من أي فترة صار عم تعطي دورات، وهل تعتبر مكلفة نوعا ما بهذا الوقت؟ هلا أنا اعتمدت لأنه كنا صرنا سنتين أونلاين بالمدارس، وصار في كتير شكاوي على موضوع الأونلاين إنه الأونلاين وما عم فينا نعطي وما عم فينا نفهم وما عم فينا كذا، بينما أنا لاحظت إنه أنا تلاميذي بالعكس يلي يعني هني رغبانين واللي عم يتابعوا بالعكس ما تغير عليهم ولا شيء، كنا بالصف ولا كنا أونلاين، فحبيت أنقل هالتجربة الناجحة لحتى استفيد منها لكل الأشخاص يلي هني قاعدين بالبيت ويمكن بعاد عن المدينه، لان بتعرف المدينه فيها كثير انشطه ان كانت ترفيهيه ولا ثقافيه ولا رياضيه، بينما في كثير اشخاص قاعده بمناطق كثير بعيده بضيع مش قادره توصل او تاخذ اولادها لاي سبب يمكن توصلهم على هيك نوع من الاكتيفيتي، فكثير انبسطوا وكثير لقيوا انه مش بس انه فكره جديده اونلاين، كمان قاعدين الاولاد بالبيت ما عم يضطروا الاهل ياخذوهم لبرا، والتكلفة عم تكون شبه رمزية يعني منا شيء تكلفة كتير كبيرة، قادرين الأشخاص يقدروا يكونوا عم بيأمنوها لأولادهم بدل ضهرتهم لبرا ويروحوا يعملوا أكتيفيتي برا. حلو، كم دورة صاروا لهلا عم تعطي رامي؟
هلا بالنسبة للأولاد، إذا عم نحكي أولاد، صرنا نحن كل الشكلية تقريبا شي 6 دورات حسب، لأنه في أوقات دورة بتكون على يومين، في دورات بتكون على شهر حسب التوبيك تبع العنوان اللي عم بشتغل عليه قديش بده ياخذ وقت. وفي أوقات بيكون في كذا توبيك خلال الشهر، لأنه يكون في عندنا مناسبات وأعياد وهيك، فنستفيد منهم لحتى يكون عم نخلي الأولاد ينشغلوا بقصص مفيدة ويحضروا لهالمناسبة اللي هم قادمين عليها، مثلا على كريسمس، على إيستر، على حتى على عيد الفطر. عملنا كمان على كل المناسبات. وبالصيفية كمان كان في عنا فكرة كتير جديدة وما كانت موجودة، ما بعرف إذا لبنان أكيد مش موجودة، إنه عملنا أونلاين أرت كامب، يعني عملنا مخيم صيفي للرسم بس أونلاين. كنت كل يوم عم ببعث لهم أنا أرت تشالنج ينفذوا لأولادي، اللي هو يكون كرافت بدهم يشتغلوه. ونرجع في عنا زوم ميتينج كنا كل جمعة لحتى نكون عم نتعلم قواعد للرسم للتلوين ويتعلموا. وكل جمعة كان في عنا تيم مختلف عن التاني عم نشتغل فيه كل هودي الأرت تشالنجز وكل هودي الأرت بيزكس اللي كنا عم نتعلمها. فكان عن جد فكرة كتير حلوة، وكل والأهل والأولاد انبسطوا فيهم وعملناهم عمدة شهرين. حلو كتير. أكيد دائما لما يكون في أفكار جديدة وأفكار إبداعية من الحالة الواحد اللي عم بيعيش فيها، فأكيد رح ينبسط فيها. ذكرتي أنه الدورات الصغار أو الأطفال، خلينا نقول هن 6 دورات، فهل عم تعطي لأعمار مختلفة أو لا فقط للأطفال؟ بلا أكيد. نحن هلأ في دورة بلشت من أول الشهر، عم نشتغل مع الكبار من أول أيلول بلشنا، مرتين بالأسبوع عم نعملي هلأ دورة 6 حصص مكثفة، دورة مكثفة لقواعد الرسم والتلوين. يعني هيدي الدورة يلي أنا بعملها لكل الأشخاص يلي هني أول مرة بيفوتوا تيتعلموا رسم معي، منا هني بيختبروا مواد جديدة بالرسم وبالتلوين، ومنهم هني يعني بيتعرفوا عليهم، ومن هونيك بننطلع بقدر أعرف أنا قديش مستويهم بالرسم، قديش مستويهم بالتلوين التقييمي يعني. وهني منا بيرجعوا بينطلقوا حتى يشوفوا اي وركشوب بحبوا يكفوا فيها، تلوين الخشب ولا قلم رصاص ولا البنتور، يعني الشغل مع الكبار بيبقى شوي مختلف مع الصغار، بس احنا هلا اكيد عم نشتغل مع الكبار كمان. حلو. اكيد كمان ريمي كل شخص عم بيعلم دائما عم بيكون في عنده اسلوب او طريقه او قواعد عم يتبعها خلال التعليم، فاليوم انت القواعد الخاصه فيك خلال تعليم الرسم شلون عم بتكون؟ ليكي هلا هو في شيء اسمه قواعد للرسم ما فينا نطلع منه ابدا، والا ما كانت انوجدت هيدي الكلمه. بس كمان انا برضو برجع بقول لكل التلاميذ اللي كانوا صغار ولا كانوا كبار، كمان الفن ما في له حدود يحده. ما بحب يكون عم بخنقهم بقواعد فيهم يتخلوا عنها، بس كمان في شغلات كتير لازم يتعلموها، لازم هيدي القواعد الاساسيه بالبدايات لازم يتعلموا كل شيء ليعرفوا كل شيء صح، ومن هونيك ورايح بيقدروا هم يتحرروا ويفرضوا جبينهاتهم مثل ما هني بدهم. بس انه ما كتير في عندي لا هيك مش مزبوط، بقول لهم انه هيدا الشيء فينا نعمله بهيدي الطريقه، فينا نعمله بهيدي الطريقه تتوصلوا بطريقه اسرع. يعني انا بحطهم على الخط الصح، لانه اوقات الواحد بس يكون عم بيجرب او بده يقفز مراحل ممكن يغلط كتير، فاذا بننطلق من البدايه بالطريقه الصحيحه بتصير انه يكفي بحاله، قادر يكفي بطريقه مضبوطه. ف في بيزكس اكيد بنقطع عليها، بس ما في قواعد، ما في سجن، ما بنحط هيك حدود حوالي التلاميذ لحتى نضغطهم ونقرفهم الدوره او نقرفهم الرسم اللي هم عم يشتغلوا فيه. صحيح. طيب كمان رمي، وفق اي معايير عم بتقيمي تقدم هذا الطالب اللي عم يتعلم او اللي عم بيكون مشارك ضمن هاي الدوره التعليميه؟ يعني وفق اي معايير عم تقيمي المستوى اللي وصل له؟ اول شغله بخليه هو يقيم حاله، لانه كل التلميذ هو اصلا بالاول عارف حاله هو كيف كان عم يشتغل، وعارف حاله بس تعلم من كل سيشن بحد ذاته، عارف حاله شو تعلم منه وشو قدر وصل لنتيجه. فاول تقييم بياخده اذا كانوا صغار بياخده من الصغار، وبرجع بياخد التقييم من الاهل تيشوفوا انه هن كمان اولادهم كيف عم يتطوروا. وطبعا انا قادره اعرف، لانه بعرف انا حيالله مشروع بكون او ورك شوب عم حضرها، بكون عارفه انا تلاميذي وين هن وشو رح يضيف لهم هيدي الورك شوب، شو رح يتعلموا شيء جديد. والتقييم بيصير انه انا بس ارجع اطلب منهم اي شيء ثاني، بشوف قديش هن قدروا استفادوا من هيدا اللسن يلي قطع قبل. اذا استفادوا منه معناتها خلص نحن هيدي الشغله اكيد، يعني خلص صارت موجوده عندهم وما بقى رح ينسوها ابدا.
هيك بصير التقييم بالنسبة لي، لأن هو عملية تراكم، منه عملية إنه هلا عرفت ارسمها بعد شوي بنسى أعملها، منا 1 2 3 4 بدنا نمشي عليهم بس. تماما. كمان لما ذكرتي رمي انه هاي اول مره عم بيكون في دورات اونلاين، واللي هي اكيد من بعد كورونا صار تقريبا كل شيء اونلاين، فايش كانت الصعوبات اللي واجهتيها خلال التعليم؟ يعني ذكرتي انه مشي بسلاسه والاهل والتلاميذ تقبلوا الفكره، ولكن اكيد دائما عم بيكون في صعوبات، فايش الصعوبات اللي واجهتيها؟ يعني الصعوبات اللي واجهناها هي صعوبات اللي كل البلد عم بيعاني منها. اول شغله قطعت الكهرباء، بدك تنسق الميتينجز على اوقات الكل بشكل يكون الكل عنده كهرباء بهيدا الوقت. قطعت الانترنت كمان كثير عانينا من هيدا الموضوع، انه اوقات يكون في انترنت اوقات يكون لا، بس نشكر الله على طول كنا نلاقي حلول، يعني ناجل لغير وقت، نسبق الوقت، ناخر الوقت، كله كان يتعالج. بس انه هيدي المشاكل الاساسيه كنا نعاني منها، انه يكون في عنا تعرقل بنطلع اونلاين، هيدا هو بس اللي كنا نعاني منه، كهرباء وانترنت. بس نشكر الله ولا مره كانت واقفه عائق قدامنا، نرجع نلاقي حل ثاني بنهار ثاني بغير وقت، بس نلاقي له حل. حلو. كمان رمي دائما كل واحد اي خطوه يبلش فيها جديد باي شيء عم يتعلمه دائما عم بيكون فيه، خلينا نقول يعني يلزم دقة بالعمل، وخاصة اليوم لما عم نحكي عن الرسم. فاليوم بالبداية التلاميذ لما كانوا عم يتعلموا، شلون كان التجاوب والتفاعل معك؟ رغم أنا أول ما بلشت الأونلاين بلشت مع الأولاد، أنا تفاجأت لأني أول دورة بلشتها برسم الوجوه. كانت يعني أول شيء اللي عملناه إنه يكون في عنا للأولاد تحدي إنه يرسموا صورة وجه أمهم. تفاجأت إنه أولاد عم نحكي 7-8 سنين مشيوا على الانستراكشن اللي أعطيتهم إياهم، قدروا يوصلوا بالآخر لحتى يرسموا وجه أمهم. فهيدا الشيء اللي عطيني إنه أنا خلص أنا أكيد فيني كفي مع الأولاد، وأكيد فيني كفي أونلاين وركشوبس، طالما أصعب موضوع اللي هو البورتري ولد صغير قدر يعمله من دون مساعدة حدا يكون واقف حد إيده لوحدهم عم يشتغلوا كانوا عقبالي. فهيدا الشيء اللي شجعني إنه قدرت أكفي. هلأ أكيد أكيد وجودنا بصف، وجودنا حضوري بين بعض أكيد بيساعد التلاميذ أكثر، بس ما فينا نقول إلا إنه كانت تجربة كتير ناجحة، وبعدها لهلأ كتير ناجحة، وحل للأشخاص اللي مش قادرين يروحوا على أتوليه يتعلموا الرسم أو يعملوا هيك نوع من الأكتيفيتيات. فحل كتير مناسب كان لألهم، وحل مناسب لألي، لأن أنا كمان مش قادرة أترك بيتي وروح يكون ببلايس تعلم فيه الرسم كمان. فهذا حل مناسب كان للطرفين، ونشكر الله عم يكفي بهيدي الطريقة. صحيح، حتى يمكن عم بيكون في توفير للوقت، يعني بين الروحة والجاية والكل يجتمع بمكان، فهاد كمان نقطة الكل عم يستفيد منها. 100% لأنه عنا بظروفنا نحن هيدي ما بقتها مشكلتنا بس إنه نحن ما عنا وقت نروح نوصل الأولاد، أو ما عنا وقت نروح نتعلم آرت بمركز معين، صارت مشكلتنا بالمواصلات، مشكلتنا بالكلفة. يعني صارت أوقات إذا بدنا نروح من محل التاني كلفته أغلى من كلفة الدورة اللي إحنا عم نعملها. فعن جد عم تكون حل كتير مناسب لكتير أشخاص. طيب رمي، ايش الفرق بين تعليم الكبار والصغار؟ يعني هلا ذكرتي انه صغار قدرتي او قدروا يتجاوبوا معك وقدروا يوصلوا لرسم البورتريه مع انه كان اونلاين، فاليوم ايش الفرق بتعليم الكبار والصغار؟ اكيد في فرق. هلا هو مشان هيك بالمدارس بيقسموا مدارس تكميليه ومدارس ثانويه والجامعات، والا ما كان في هذا الفصل، لو في فرق حتى بالمدارس التكميليه في فرق بين روضات وحلقة أولى حلقة ثانية، لأنه بيفرق التفكير، بيفرق التركيز، بيفرق التعاطي معك. فالصعوبة الأونلاين أن أنت تجذبي الولد اللي عندك وتخليه معك 60 دقيقة أونلاين، وهذا التحدي الأكبر كان بالنسبة لنا، واللي هو عن جد فاجأ الأهل أنه أولاده الأيام المدرسة ما كانوا عم يقعدوا أونلاين معهم. هذا الوقت بيخلص الميتينج وأنا عم بقول لهم يلا باي، ومني إيه أوكي مدام، أوكي مدام فيني أرجيكي بعد هيدي، فيني جرب أعمل هيدي. فكانت هيدا التحدي الأكبر، واللي هو نجاحي بعتبره مع الأولاد، إنه أنا قدرت جذبتهم يقعدوا قبالي ويتفاعلوا معي ويرسموا ويصوروا ويبعثوا لي الصور. هذا كان بالنسبة للأولاد هو الإنجاز الأكبر إنه يقدروا يتابعوا معي الجلسة. حلو. بالنسبة للكبار
بالنسبة للكبار موضوع مختلف. الكبار هن بكامل إرادتهم عم بيكونوا موجودين ورغبانين، هيدا الشيء بيحملك مسؤولية بعد أكبر، إنه أنت هيدا الشخص اللي عطيكي ثقته وعطيكي من وقته وحتى كمان دافع مصاري لحتى يكون عم يشارك بهيك نوع من الدورات، أنت بدك تكوني قد المسؤولية وعم تعطيه تعبيله هيدا الفراغ يلي هو عنده إياه، لأن هو أوريدي توصل لعندي كان عنده اختباراته عنده تمارينه، هو جاي يكمل الموهبة تبعه، يعني بدي يفتش على شيء جديد. فأنا بدي هون تكون مهارتي أني أنا أقدر لقي شو النقص اللي عنده وعبيله إياه وساعده ليتطور أكثر. فهيدي هي بس اللي يعني بتصير عم نشتغل الفرق بين الصغار وبين الكبار. حلو كتير كمان أكيد الواحد ينجح بالتحديات اللي عم تجي قدامه، مثل ما تابعنا كمان بالصور مع المشاهدين أكيد هاي اللوحات والرسومات اللي عن جد كتير حلوة وعم بتعبر أو عم تكون نتيجة التعب اللي تعبتيه كمان مع التلاميذ. رمي، هل ممكن بالفترة الجاية تنظمي كمان دورات جديدة تعلمي من خلالها؟ أكيد نحن مستمرين بالأونلاين وركشوبس، بعدنا مستمرين فيها، وكنا أخذين بريك للولاد بخلال شهر أيلول لأنه شهرين صيفية كنا مكثفة عم بيكون لنا في عنا كنا عاملين الأرت كامب، كان كل يوم ديلي عندهم شيء يعملوا، فعطيتهم شهر أيلول فرصة، وهلأ عم حضر لبداية العام الدراسي بنرجع بقى على الدورات كل شهر، ومستمرين أكيد بالدورات للكبار. هلأ هالأسبوع إذا الله رب تخلص الدورة المكثفة ومنها رح ننطلق لنعمل دورة مكثفة الثانية للي راغبين يسجلوا بالدورة المكثفة، وبنطلق مع اللي هني موجودين بوركشوبس انتقائية، هني بدهم ينقوا شو بدهم بأي مادة يتخصصوا أكثر، بشو بدهم يتعلموا أكثر، فكلياته بعده مستمر إذا الله رد. إن شاء الله أكيد بالتوفيق لك ولكل التلاميذ اللي رح يكونوا كمان معك ويستفيدوا من هاي الخبرة الحلوة. برسالة أخيرة ريمي تحبي توجهيها للأهل لحتى يكتشفوا المواهب اللي عند أولادهم لحتى يشجعوهم كمان ويدعموا هاي الموهبة؟ أكيد 100%. أنا مثل ما حكيت بالأول الفنون أي نوع من الفنون، مش عم بحكي بس رسم، حي لا نوع من الفنون، هو عدا عن أنه هو رقي، عدا عن أنه هو ثقافة، عدا عن أنه هو بيبني إنسان، قبل ما يبني إنسان متعلم بيبني إنسان مثقف، هو سلاح كمان مثله مثل العلم. نقول خليه يركز على درسه، لأنه هلأ مش وقت يتعلم فنون، مش وقت يتعلم موسيقى أو يتعلم رسم، خليه يركز على درسه، هيدا بيمشي مع بعضه بيمشي بارلال. فإذا أولادنا ما علمناهم من الأساس من هن وصغار إنهم يكون في عندهم مواهب لازم يشتغلوا عليها، بكرة بيكبروا بيلتزموا بس بالدرس، وأنا فوت على الجامعة بعمل هيدا الاختصاص وهي هي وخلصت. بينما عم نلاحظ بهيدي الظروف هلأ الصعبة كل الأشخاص اللي هني لو عندهم اختصاصات لو عندهم شهادات كتير كبيرة وما عندهم موهبة عم يعني يستفيدوا منها بهي الظروف الصعبة ليطلعوا مور إنكم لإلهم، عم بيواجهوا صعوبات لأنه شهادتك التعليمية يعني وظيفة. فإذا ما بدك يكون في معك شيء تاني إلى جانبها لحتى تسعفك بهذه الظروف رح يكون في الوضع شوي صعب. فاستثمروا بولادكم حتى كمان بالفنون، حيالا شيء هني بحبوه، مش شرط أنه والله يكون كل الولاد رسامين أو كلهم يرغبوا بالرسم، أو إذا عنا أربع أولاد أربعتهم لازم يكونوا بحبوا البيانو، خليهم يجربوا كل شيء وبالأول، وبنرجع بعدين نترك لهم خيار إن ينقوا شو بدهم وين بدهم يكفوا. أكيد كل واحد بالموهبة الحلوة اللي عم بتكون عنده يستثمر فيها لحتى هو كمان يستمتع بهذا الوقت اللي عم يقضيه، بدل ما يكون وقت فراغ يكون عم بيعمل الهواية اللي هو عم بيحبها. رمي القاضي الفنانة وصاحبة مشروع بكرياتيف باي رمي، شكرا كتير للمشاركة معنا اليوم ولهي الطاقة الحلوة كمان اللي نقلتيها لكل المشاهدين. ميرسي ميرسي لكم وميرسي لأنه عطول تفتحوا لي باب الشاشة عندكم لحتى أكون ضيفة معكم، وميرسي على كل الجهود وعلى الحكي الحلو اللي قلتي لي. شكرا شكرا لك، وأكيد كمان نستناك بمقابلات ولقاءات تانية. شكرا كتير. شكرا. حزيت سبورة تي في بصر مدح زيلن وآديعين عمي أرحد كتو أعمينا رمي القاضي كتيو أم نورتو ويمرتد بكرياتيف باي رمي آديعين زتر علور شو متكو سيمول على الدورة كو بلا ليو لفت كتن رابة وناعمة وحزيلن أمو هبوس ست كتن قابيك صلبينا ني كوشورو آمينو قدمينا خدمة كملينا أعمي خو بكرو التايدان تاتيوما بصر مدعرينا مي أفتو.